تم إطلاق أسماء عدد من قادة القوات المسلحة الكبار، يعني الراحلين، على أسماء الدفعات اللي تخرجت اليوم. يعني تم إطلاق اسم الفريق أشرف رفعت على الدفعة 71 كلية بحرية، والفريق فخري علي مصطفى بغدادي على الدفعة 87 جوية، واسم اللواء أحمد كمال العاوي على الدفعة 48 دفاع جوي، واللواء فخري مكلف إبراهيم عبد النبي على الدفعة 57 فنية عسكرية. كذلك تم إطلاق اسم المشير فخري محمد علي فهمي على الدفعة الثانية كلية الطب العسكري، وكذلك إطلاق اسم الفريق أول كمال حسن علي على الدفعة 114 حربية و49 معهد فني. خلونا نعرف كل واحد من هؤلاء القادة الستة العظام اللي تم إطلاق أساميهم على هذه الدفعات من الكليات والمعاهد العسكرية، إيه قصته وماذا قدم للوطن؟ ستة قادة يزينون أسماء دفعات الخريجين الجدد بالكليات العسكرية. الفريق أشرف محمد رفعت على الدفعة رقم 71 كلية بحرية، تخرج عام 48، شارك في كافة الحروب المصرية، تدرج في العديد من المناصب، وصل لقائد القوات البحرية من 76 وحتى 78. الفريق فخري علي مصطفى بغدادي على الدفعة 87 جوية، تخرج في الكلية الحربية عام 42، تدرج في المناصب القيادية بالقوات الجوية، تولى قيادة القوات الجوية من 69 وحتى 72. اللواء أحمد كمال القلعاوي على الدفعة 48 دفاع جوي، تخرج في الحربية ضمن الدفعة 13 حربية، وصل إلى رئيس أركان الدفاع الجوي من 71 وحتى مارس 74، عين محافظا للإسماعيلية. اللواء فخري إبراهيم عبد النبي على الدفعة 57 فنية عسكرية، تم تكليفه في العمل من أكتوبر عام 61 وحتى فبراير 75، وتقديرا لدوره في النهوض بالكلية الفنية العسكرية. المشير فخري محمد علي فهمي على دفعة ثانية كلية الطب العسكري، تدرج في العديد من المناصب حتى وصل لقائد قوات الدفاع الجوي، أشرف على حائط الصواريخ في حرب أكتوبر. الفريق أول كمال حسن على الدفعة رقم 114 حربية و49 معهد فني، قاد إحدى سرايا الدبابات في الحرب العالمية الثانية حتى وصل لقائد سلاح المدرعات في حرب أكتوبر عام 73، تولى منصب رئيس جهاز المخابرات العامة ووزيرا للخارجية، أصبح وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي في الفترة من أكتوبر 78 وحتى مايو عام 1980، تولى منصب رئيس مجلس الوزراء عام 84.